السلام عليكم ورحمة الله أيها الأخوة والسادة الكرام، أتوقع واضح وش قاعد أسوي وما حد يطول بالكلام. بكل بساطة الأسبوع اللي فات تكلمنا عن الأسعار والتخفيضات اللي تخوف قاعدين نشوفها بنون. قررت إني أطلب طاولة لي خاصة وركبها قدام، فحددت الطاولة اللي أبغاها ودخلت وحطيت الكود وعطاني فوق التخفيض تخفيض SXXB 4 حروف. مهما كان التخفيض يسوي لك زيادة، وأحلى شيء إن التخفيضات بتوقف كل شوي، مو بس أجهزة يا جماعة، كل شيء تبيه. وإذا حصلت كلمة إكسبرس اعرف إن عندهم تخفيضات وعندهم توصيل سريع. رابط الموقع تحت يا أخوان، وتأكدوا وقت الشراء إنكم حاطين الكود، وعليكم بالعافية. المقطع اللي بتشوفونه اليوم يا جماعة الخير بدون أي تصنع بيكون ارتجال. فاتح بث، أنا فاتح بث أبى أسولف فيه عن كل شيء يجي براس، وبحاول ما أجيب العيد، وبنسولف كأننا تاكين بمجلس. حرفيا المقطع هذا ما في تكلف، اللي بتشوفونه قدامكم عبارة عن بث مباشر، أنا أسولف معاكم وأنتم تردون علي. بس أنتكم باليوتيوب ما بتقدر ترد علي، بيكون المواضيع تمحور حول الاختبارات وحول الدراسة. طيب كل شيء تمام، مش قاعد تكتبون 6B، الله يسعدكم، قاعدين يكتبون لكم لايك، حط لي لايك عشان اسمع. الله يوفقك في اختباراتك. دعوة تحسنها مي مرة فيها مجهود صح، لكنها من قلب صادق. اي والله الله يوفقك في اختباراتك، شكرا لك والله يسعدك. وبسم الله سمي بالله ونبدا قصص. اذا خلصت مذاكره جهز مقطعك، واذا ما عليك مذاكره واختبارات يا حظك بتروق معنا اليوم. حطيت اللايك وانت تطالعني، باقي ما حطيت مو مشكله. واشترك ترى ما بقى لنا شيء على 5 مليون. و6B بعد على خطك اشتري فينا روتو. روتو نزل يا جماعه. يلا يا جماعه بسم الله. اللي بتشوفونه اليوم فكرته طلعت من احد التغريدات اللي غردت. يا جماعه ما ادري ايش اسوي، بكره لازم انزل المقطع. قالوا لي بث وربك يحلها، وكثار يقولون علينا اختبار. ما دام عليكم اختبارات في بث، وعنوان البث مجلس ما فيه نفس ثقيله، خلونا نسولف. خلوني اقول لكم عن انا، بس لا تسوون كل شيء انا سويته تمام. عن انا اول ايام الاختبارات كيف كان وضعي كتجربه شخصيه، متوسط ابتدائي ثانوي جامعه 3 سنوات او 4، ثم عاد وقفت مؤقتا كنت ايام الجامعه تمام. خلوني اشرح لكم على السريع. اول شيء انا من الناس اللي كنت مدمن شيء اسمه بلاي ستيشن على ايام سوني 3 وسوني 2 وايضا سوني 4. بلاي ستيشن ما اخليها، يعني يومي الطبيعي تروح منه 6 ساعات اقل شيء العب فيها، يا اما اني العب كود يا اما اني العب كود، حرفيا كود. كانت عندي نقطه ضعف ان اي شيء اسويه غلط الذنب ما يروح علي، يروح على البلاي ستيشن، يروح على السوني. ممتاز ممتاز. الدرجة وهذه سالفة صدق والله يا جماعة، ان السوني اكثر شيء قد انكسر فوق راسي. احمد ايام الثانوي وايام المتوسط وش كان يسوي؟ احمد ايام المرحلة الدراسية قبل الجامعة مختلف جدا عن بعد الجامعة. ليه؟ لان والله يا اخوان اني ما كنت، هذا غلط لكن اصبروا تمام، لا تاخذون الكلام نصه، خذوا كامل. طيب ما في حياتي عمري كاملة والله ونحن ان جاء مدرس قال الا اذا في اشياء عاد يمكن تصير، يمكن نسيت واحدة اثنتين ما ادري، ان جاء مدرس قال طلعوا الكتاب الفلاني وانا ما عندي الكتاب الفلاني. سالفة اني انسى الكتاب مستحيلة. ليش؟ لان ما عمري طلعت شنطتي من الفصل، شنطتي جالسة بالفصل 24 ساعة ما تدخل البيت الا في الفترة اللي تكون قبل الاختبارات النهائية. قبل الاختبارات النهائية احمد اللي طول وقته مهمل ومو مركز و24 ساعة على السوني يتغير 180 درجة، اتحول الى انسان ثاني. ما في دافور بالمدرسة الا خاوي، العلاقة والنفسية تكون طيبة فقط مع الدوافير، الزلموش اللي عنده بالمدرسة نخاويهم، اصير احبهم، المدرسين اتوسل اليهم واصير كلب عند المدرس. ليش؟ عشان مصلحة. غلط لكن بنفس الوقت قدرت اني الاحب عمري ولا اجي وقت النهائي واحاول اعتمد على الغش. ممتاز ممتاز. فوقت الاختبارات النهائية نفس الوضع الحالي عندكم، خلاص فليناها ضحكنا يلا سوني كود فورت العب. لكن توصل عندي مرحله اني اقول احمد طيب انت الان عندك اختبار بكره، عندك بعد اختبار، وش سويت؟ انطتك ميب معاك، ما انت قاعد تذاكر باول باول. فارجع مع نفسي مع الناس اللي انا يعني حاط املي فيهم، هذه غلطه ثانيه اني احط املي في الدوافير، وابدا من جديد اذاكر اول باول. مو الاول باول كذا كذاب، لا ما اذاكر اول باول، فابدا من جديد اسوي مراجعه على كل شيء احسه مهم. بعد ما اسحب من المدرس كلام، واسحب من الطلاب الدوافير اللي يحكونها مع المدرسين، واسحب من عيال المدرسين كلام، واخذ المعلومات هذه وارجعها. هذا الشيء والمنهال هذا خلاني اطلع من الثانوي بنسبه 98، وخلاني اطلع من القدرات بنسبه 86، واطلع من التحصيلي بنسبه 87. اللهم لك الحمد. بالنسبة لي بسهلة، دخل جامعة، تخصصت ودخل جامعة، جامعة الجبيل الجامعية مو الصناعية. ما شاء الله ما شاء الله، نسبة حلوة. ليش؟ لأني شوي كنت معطي الموضوع، أوكي أفلها وأنبسط وألعب، لكن وقت الجد جد، خلاص أنت فترة اختبارات، ما في مز، ما في باخذ بريك ساعة ساعتين جلسة الجوال، لا لا خلاص وقت الجد جد. والله يا جماعة إني ما أقول ذا الكلام عشان بس إن يشوفوني دافور، لكن صدق
انا وقت ما يكون في شغل تحول الى شخص ثاني، حتى بمقاطع اليوتيوب اطنقر واتحول. اذا وقت صناعه محتوى وتصوير مقطع العيال يضحكون وماسكين جوالات اتحول عليهم، والله اني اتحول. وي اصايع يا فلان ليش؟ انا وقت الشغل شغل، هذا معروف. وقت البث ما امسك جوالي، جوالي سايلنت ما امسكه الا في حال دقت علي امي او ابوي ارد، معناته في حاجه مهمه مره. المهم دخلت جامعه، ممتاز بعد اللهم لك الحمد، ما كنت محتار وين اروح واستخرت وسالت، دخلت جامعه. أنصحكم نصائح. اول شيء حاول انك ما تروح تقول الهندسه او الطب هي اللي تضمن مستقبلي، لا، روح للشيء اللي انت مرتاح له، اللي انت بتستمتع فيه، اللي تحس نفسك بتستمتع فيه. انت انسان تحب البرمجه روح بروجرامينج، انت انسان تحب الهندسه تفاصيل البناء تحب الامور هذه روح سيفل انجينيرينج، روح الامور اللي فيها ستراكشر وبناء. اذا انت انسان تحب الطب والامور هذه روح دكتور، فهمت قصدي؟ روح طب يعني. المهم دخلت جامعه تخصصت سيفل انجينيرينج والهندسه المدنيه، سنتين ثلاثة حسيت وضعي ماشي، الصدق والله الوضع مره ماشي، قاعده تهج معاي، المعدل قاعد يطلع ينزل يتصفق يمين يسار. في قصه كامله عن الجامعه ما ابغى اتكلم فيها الان، في ناس ما يدري هل انا طلعت تخرجت خلصت، في كثار ما يدرون عن ذي الشيء، هذه بفصلها بشيء ثاني، لكن بروح لكم على موضوع الاختبارات. الغش، خلونا على الغش. في واحد سال سؤال، ايش افضل طرق الغش؟ ابى اتكلم انا عن نفسي، انا ما بقول لك ايش افضل طرق الغش، بس انا بقول لك على اللي كان يصير، تمام؟ طيب خلني اسال السؤال هذا وافكر عن السوالف كلها ارتجالية يا جماعه، اذا عندكم اسئله اسالوا عادي، المقطع اليوتيوب عباره عن سوالف مع الشات. بالنسبه للغش يا جماعه انا اتذكر حاجه واحده، تمام؟ انا في مدرسه اهليه ما بقول اسمها، المدرسه الاهليه كانت معروفه بشيء، ان وقت ان اذا المعلم في بدايه تخرج او صار وظيفته معلم يبدا في مدارس اهليه ثم ينتقل الحكوميه، تمام؟ هذا اللي انا اعرف. فكانوا يجيبون مدرسين سعوديين شباب، واتوقع نفس الوضع معاكم. فالمدرس السعودي غالبا اذا جانا ما ادري عن الباقيين يكون تخصص دين بدنيه فنيه شيء بسيطه، يجي يبي يخلص دوامه. كان احد اهدافي يعني في مسيرتي الدراسية ان علاقتي تتضبط مع المدرسين هذول. ليه؟ انهم يجون يراقبون علينا. والله يا جماعة اني ما انسى واحدة من اختباراتي، انا من النوع اللي اخاف، انا زي رايد بنقطة، وش النقطة هذه؟ ما احب وجهي يبرد. شلون يعني وجهك يبرد يا احمد؟ يعني ما احب انحرج من شخص بغلط اثبت علي 100%، يعني سالفة اني امسك بالجرم المشهود على ورقة برشام ولا على جوال مطلع وقت الاختبار ولا على غش على غش واضح وصريح، مستحيل، ما اقدر، ملامح وجهي تتغير، ما اصير احمد، ما اعرف اتكلم، جسمي ينمل ويبرد دمي، ما اقدر. كنت اعتمد دائما على غيري في الامور هذه، وما اسويها كثير صراحه، والله العظيم ما اسويها كثير، لكن اذكر موقف، مره من المرات كان علينا يا رياضيات يا احياء، ماده ايام الثانوي، ماده صعبه، او فيزياء. الله يذكره بالخير، كان عندنا طالب اسمه احمد النجار فلسطيني. احمد نجار السلام عليكم. كان معي اسمه احمد وانا اسمي احمد، تمام؟ ابو نجار الزلموشن الرجال هذا عنده مشكله، ايش مشكله ولا هو نظامه؟ انا بحط الورقه، تقدر تغش غش، لكن اني اغششك لا، انا ما ابغى انطرح، بحط الورقه، تبي تغش غش، اسمه احمد وانا اسمي احمد، فاحنا جنب بعض، تمام؟ وصادفت ان علينا احد المراقبين سعودي مدرس دين، والسعودي هذا اعرف ان عنده محل جوالات وعنده محل حق العاب سيارات دريفت، مدري هو لها او لاخوانه، فكان دائما كنت دائما اقابله هناك وسولف معاه، وجت الصدفه هذه حقت اللي كان معانا في الاختبار هذا، حلو حلو. الاختبار والله يا اخوان اني اذكر الى يومكم هذا اني كنت من اخر الطلاب اللي يطلع من الفصل، كنت قدر المستطاع بدون طريقه مباشره اطلب من المدرس بالطريقه هذه، اطلب منه انه يعطيني الاجابه، المشكله معادلات، كانت في ارقام في معادلات، اذكر في معادلات اني كنت انقل، بقول لكم شلون صار الان، اطلب منه بطريقه غير مباشره انه يساعدني، بس شلون اقول له؟ يا استاذ بالله شوف لي السؤال هذا ما فهمت، هو مدرس دين ايش بيفهم الفيزياء ولا احياء؟ ما يفهم، فواضح اني ايش ابغى مساعده. كانت مده الاختبار ثلاث ساعات وساعتين ونص، ثلاث ساعات طلعوا كثار، ما بقى الا انا وطالب 24 ساعه مشاكل وما له بالدراسه شيء، وواضح انه يبغى يتكي عشان يغش نفس وضعي. انا كنت شوفوا انا كنت ابلعب الحبين، يعني انا كنت يا اني اغش الصدق او يا ان ربي كذا يفرجها واعرف احل، حلو، واساله مره واساله مرتين واساله. والله يا اخوان ان هذا اللي صار، ابغى ورقه، هذه الاوراق ماسكها حقت الطلاب اللي مجاوبين، المدرس مسك الاوراق قاعد يتفرج، انا جالس على الطاوله هذه وهو قدامي يعني قاعد يناظرني خلاص، والمراقب الثاني برا عند الباب ما ادري وينه، اذا بقى طالب واحد ما يطلع واحد يبقى واحد، خويي الثاني اللي ما اعرفه تاكي بالزاويه هذاك ما درى، ويجي المدرس هذا اللي اسمه فلان جلس قدامي بعد ما خلاص يبغى يطلع، سقت معه، خذ ورقه احمد النجار جلس قدامي، خذ الاوراق
جلس قدامي أعطاه وضعية رجل على رجل كذا، فتح الأوراق على وجهي قاعد يقلبها سؤال سؤال، وأنا أحل وأنقل وأحل وأنقل وأحل وأنقل وأنقل حقت مين؟ حقت أحمد النجار. نقلت، وكانت هذه اللي أذكره أنا، بس ما بي أحلف عليه، اللي أذكره إنها أول مرة غش، بس ما أدري إذا في قبلها شيء بين أول مرة غش. والله يا جماعة إن في المادة هذه اللي أنا غشيتها إني جبت أسوأ درجة، وأنا ناقل الأجوبة كلها إني جبت أسوأ درجة. وأزبل فترة لي بالثانوي كانت الفترة هذيك اللي كان فيها عنده نفس المدرس هذا، وأسوأ مرة في حياتي قررت فيها إني أنقل إجابات، مع أنني قلتها من أفضل طالب، والله إنه من أفضل طالب، بس ما أدري شو اللي قلتها غلط. هل مع القروشة والربكة الأسئلة ما كانت مرتبة نفس اللي عندي ونقلت عكس؟ هل اللي نقلته أنا مو بنفس النموذج حقي؟ مع أني شفت الأرقام نفسها، بس يمكن طريقة السؤال غلط أو القوانين غلط. كانت من أسوأ. خذيت قرصة خذيت قرصة من الحركة هذه. خذيت، مرت الأيام، طلعوا عندنا الجماعة بورقة نفس A4 الكبيرة لكنها صغيرة فيها ملخصات كاملة، صاروا يدخلونها بسراويلهم ويحطونها. ما أدري إذا الآن طايحين فيها أو لا الحركة. أنا من النوع، والله يا أخوة، هو إن شاء الله مغش، هو إن شاء الله مغش، هذا الشيء أنا أجزمني أسويه وفي الجامعة كنت أسويه. أنا من النوع المعادلات والقوانين صعبة ما أغشها، هي مو غش تعتبر بقدر ما هي يعني عشان التوتر يروح مني، اكتبها على يدي باشياء بطريقه غير مباشره، يعني قانون فيثاغورس اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي مثلا زد تربيع، تمام؟ انا اخاف انسى التربيع، فايش اسوي؟ اكتب بيدي اكس تربيع وتحتها حرف الثاء، ايش يعني؟ يعني ثاء فيثاغورس اكس تربيع، التربيع مع نظريه فيثاغورس مو مع نظريه نيوتن او نظريه، فهمتوا قصدي؟ فاحطها كذا بشكل مرتب لي، كانت هذه الشيء الوحيد اللي انا اسويه. لكن طاحوا العالم موضوع البراشيم، في فتره من فترات طاحوا موضوع البراشيم اللي تكون اربع اوراق صغيره، يا اما انك تدخلها بثوبك وتشوفها بشفاف، او يا اما انك تحطها بجيبك، بس ما ادري اذا هذه عندكم او لا. انا ما هي انا مو قاعد اقول لكم عشان تسوونها، لكن انا قاعد اسولف لكم على الاشياء اللي كانت تصير بوقت. انا ما ادري الان وش عندكم الحين. دق على الطاوله، يعني صح حقت صح وخطا. الله يذكرك بالشهاده. الله يذكرك في واحد اسمه انس عريبه مصري، انا وقت اختبارات ما اخوي الا دوافير. انس عريبه تحيات. انس عريبه هذا كان مصري الولد، ولد المحاسب في المرحله المتوسطه دافور، هذا تخوي له ابوه محاسب، هو حق الرواتب، المدرسين يحبونه، إذا حبوا المدرسين أبوه يعني يحبون ولده، ممتاز، إذا المدرسين حبوا ولده يعني أنا أحب الولد، معادلة. أنس عريبة يا جماعة. طيب أنس عريبة، يا ويلي أنس عريبة، هذا مصري زاح، والله يا جماعة إنه من أكثر المصاري الزاحفين. أنا متعود دائما إذا في مصري معاي بالفصل دافور دافور، هذا عكس النظرية كاملة. ليه؟ لأنه ما عمري شفته يذاكر، ولا عمري شفته يعني يشارك من قلب، لكن نسبته عالية مرة، نسبته عالية. أنس بحرف الألف، أنس أحمد بحرف الألف، أنا وياه بنفس الفصل، كانت بيني وبينه شفرات أيام الصح والخطأ، والله العظيم إن كنا بننطرح عليها. هذه ما أدري تستعملونها إلى الآن، يعني إذا نظرت تحت معناته أني أناظر بالشات، تمام؟ أو تبون أطلع لكم الشات هنا؟ أنا قاعد أبث المعلومية، يعني اللي مهتم أنا قاعد أبث الآن بتويتش، هذول الشات، سلموا عليهم، قولوا لهم لايك يا جماعة، قولوا لهم لايك، وقولوا لهم سكس بي بالله عليكم. ايش كنا نسوي بصح وخطا يا عيال واختيارات؟ كانت عندنا حركتين، الحركه الاولى الطبيعيه المعروفه عند الطلاب اذا هم بالفصول، بطرطع ظهري، اذا صارت طرطعه الظهر معناته انه يلا وقت المراجعه. كان النظام، والله يا اخوان اني كنت اذكر اليوم النظام مع الاشخاص الدوافير، حل وانا بحل، اذا خلصنا حل نهايه الكلاس قالوا انتهى منتصف الوقت، نراجع مع بعض الاشياء اللي تراجع صح وخطا، اختيارات وصل. شلون؟ شلون يا احمد؟ بس لا تسوونها، لا تسوونها، تكفون لا تسوونها. سؤال اول فقره ثلاثه، اعذرني على الازعاج بس كل تقول غايب عنك ولا يا رب عصا. لحظه خلني اشوف، والله الشيخ نايف، الشيخ نايف مرحبا، انت على الهواء مباشره، ابغى منك 30 ثانيه. يا هلا وسهلا بالجميع، هيا حياك الله. نايف سؤال سريع، انا قاعد اسولف ببث الان وبنزل مقطع يوتيوب عن ممتاز. ايام الثانوي، انا كيف كان وضعي، ثم سالني واحد بالشات عن الغش، وقعدت اسولف انه والله انا زليت زلات بموضوع الغش، كنت اسوي الحركه هذه والحركه هذه. جاء واحد يعني حيرني شوي، سوى دونيشن، قال انتبه هذا احتمالنا يعتبر مجاهره بالمعصيه، هل يعتبر مجاهره؟ بلا شك، اول شيء مجاهره بالمعصيه، ثاني شيء انت مؤسس تاديب مو طبيعي،
قدي الناس تتساهل بهذا الامر من بعدك احمد. ايه بس نايف انا ما انا ما قلت له، انا ما اقول لهم سو مستهي مستهي دقيقة تبغى سألت الشيخ وقال لي حلال. اي والله سألت الشيخ وقال لي حلال. وين هذه يا بيها؟ حرام مره. طيب اسمع اسمع عشان 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 اعرف اللي في البدايه قصه او لا. ما عندي انت سولف فيها وقل اخطيت. ايوه انا قلت لهم في البدايه نايف يا جماعه ما يجوز نايف، ولكن لا تكسر نايف. انا قلت لهم في البدايه، في البدايه قلت لهم انه اول مره اذكرني غشيت فيها غشيت وربي عاقبني باني جبت أسوأ درجه لي وغشي زفت وزي وجهي. ممتاز كذا انت تقدر تجيبها على حاجه ثانيه ان الواحد يعني فيها 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 موعظه. اوكي بس ترى غشيت لا 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 ما انجح. سألت الشيخ وقال لي حلال. السلام عليكم. لا اسمعوا اسمعوا، احنا اتفقنا يا جماعه ان الوضع ناخذ على راحتنا، بس يعني لنفل لها مره. الجماعه اللي بتويتش الان لنفل لها مره. الله يعطيك العافيه يا راعي الدونيشن. بنحط ليميت تمام. اول شيء لازم تفهم اذا قاعد تطلني الان، انا ماني قاعد اقول لك سوي الشيء، لكن اسولف لك عن اشياء صارت لي ومو بمفاخرة فيها، لكن لا تقع بنفس الغلط وانتبه. بالنسبة للطرق، الطرق تعتبر صدق، فأنا بقفل موضوع الطرق هذه شوية الآن وبننتقل لموضوع ثاني تمام. أنا أبى أقول لكم الكلام يا عيال ويا بنات، بس لا تأخذونه بأن هذا الصح. كل واحد له توجهه يا أخوان. أنا دائما أقول الشيء هذا حتى مع فيصل أخوي نفس الكلام، الشيء اللي قلبك يبغاه ومرتاح له روح له. الجامعة يا جماعة الخير أنا عشت فيها أسوأ فترات حياتي لأسباب بقول لكم إيش. الجامعة بدون مبالغة كانت من أسوأ الفترات اللي عشتها بحياتي الدراسية. ليه؟ خلني أقول لكم إنه ممكن ثلاث أسباب. السبب الأول إني كنت في قمة حيرتي وين أروح. أنا من سكان الدمام، الجامعة اللي دخلتها جامعة الجبيل، الدمام عن الجبيل تقريبا ساعة خط، من 45 دقيقة لساعة خط. فسالفة إني أروح يوميا صد رد متعبة، فكنت بين ثلاث بين خيارات، بين إني أروح مع أخوياي جامعة قريبة اللي هي جامعة الدمام وأتخصص فيها، أو إني أروح جامعة الجبيل. وكان الناس تقول لي يا أحمد الجبيل كويسة وجامعة هي كويسة، لكن أنا ما كنت أسمع كلامي، ما كنت أروح اللي أبغاه. أنا كنت أروح للشيء اللي دائما الشركات تطلبه والوظائف تطلبه، اللي يا اما شهاده هندسه قويه تكون المهندس احمد الدكتور مدري من فلان الفلان. كنت انظر الى هذه الصوره، وهذه الصوره غلط 100%. ليش؟ لاني بروح بشيء انا ما ابغاه واجبر نفسي عليه عشان مسمى معين، او عشان متهيئ ومتصور براسي ان رزقي بيكون بالمسمى هذا، وهذا غلط. هذا رزق وشيء يعني الله اعلم وين بيكون رزقك فيه. عشان كذا كنت متوتر بقرار اللي بتخذه اني اروح للجامعة. المهم نقلت الجبيل، عشت بالجبيل ثلاث سنوات، كانت من أسوأ السنوات لأسباب عدة. أول مرة أروح مكان أسكن فيه لحالي. في بدايتي يا جماعة كانوا في اثنين من أخوي أيام الثانوي هم اللي بينقلون معاي، واحد اسمه نواف اللي طلع معاي بأول مقطع، وواحد اسمه ياسر مشب. هذول ينقلوا معاي من الثانوي. ياسر مشب هذا مو مشب حق الشاي، واحد ثاني. هذول اللي ينقلوا معي من الثانوي إلين الجامعة، ونقلتنا ما خلونا مع بعض، قطونا بشكل يخوف. قطوا أحمد مع شخص، وقطوا فلان مع شخص، وقطوا فلان مع شخص. بيني وبينكم أنا قطوني يا جماعة الخير مع واحد هو مسلم، لكن ما ينفع أقوله هذا، أنتم بتفهمون أنا إيش بقصد. هو مسلم لكنه متعصب بحاجة ثانية، يعني مسلم حاجة ثانية متعصب فيها مرة، متعصب مرة. كنت أدخل الغرفة يا جماعة حقة الروميت حقي، ألقى قلادات سودة معلقة على الجدار، ألقى سجاد، ألقى أشياء تخوف. ما كنت مرتاح مرة ما كنت مرتاح، الموضوع يخوف. جلست ترم كامل، سمستر كامل ماني مرتاح بالجامعة، لا من راحة سكنية ولا من راحة تواصل، فالموضوع كان يخوف تمام. حاولت أطلب الجامعة أني أنقل عند أخوي، أبغى أرتاح في المكان اللي أنا فيه، لا دوام زين، لا من عارف إيش، لا 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 لا. لدرجة أن الترم الأول كنت أبغى أخذ دي إن، والدي إن معناته حرمان، وهذه نقطة تسجل في سجلك الوظيفي في السي في حقك أن عندك دي إن أو عندك حرمان في مادة صار لك، انك غير مواظب وتأثر بالسلوك جدا. كنت بالجامعة يا جماعة اسبوعيا اروح صد رد من الدمام الى الجبيل، كنت اصحى الساعة 4 الفجر عشان الحق على كلاس الساعة 6، فما الحق انام، ما الحق اسوي شيء، ما الحق اطلع مع اخوياي، اجلس مع اهلي، وضعي كله جامعة بجامعة، ابدا ماني ماخذ راحتي. مرت الاوقات بالجامعة، مرت الاوقات، قلت اضبط وضعي لين ما تخرجت، لين ما طلعت
من السكن القديم حقي إلى السكن الجامعي، تمام؟ السكن الجامعي كان حلو على البحر، كان عندي نت خاص فيني، نقلت ستبي هناك، كنت بداية قناتي لو تتذكرون، كنت قاعد أنزل مقاطع من الجامعة وأقول لكم بالمقدمات يا جماعة أنا بالجامعة ما أقدر أنزل القدامة، يذكرون الكلام هذا. وإذا أنت مو من القدامة سو لايك الآن وشاف سو القدامة، وأنا دخل أدري بس سو لايك كذا مسكت معي مدري. القدامة يذكرون، كنت ألعب مع سعد سبفكس أيام المايكل أسترو وهو يكون يبث في الصباح، وأنا ودي أجي معاه ألعب، ودي أبث، ودي أنزل مقاطع، قاعد يجيني دخل حلو من المقاطع ومن البثوث، ودي أكمل بس ماني قادر، محشور بالوقت، مضغوط بالنت، استمو جنبي، معاي رميت مصري بعد، كنت أنا اللي مختاره، شوف أنا أخوي أيام بالدراسة أنا أخوي ما صلح، أخوي الدوافير. لكن كنت أشوف الجبيل كآبة مرة 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 كآبة. أخلص من دوامي أرجع عندي مدرس خصوصي مدة ساعتين، أبو إسماعيل أفضل مدرس عرفت البشرية، أبو إسماعيل تحياتي. أخلص ساعتين مع المدرس أرجع السكن، ما يمديني أجلس ساعة ساعتين، لازم أنام، دوامي الصباح وعندي خط من البيت وأهلي يكلموني. ما كنت مرتاح أبدا، ما كنت مرتاح. جلست 3 سنوات وتخصصي صعب، تخصصي هندسة وهندسة ميب سهلة وكل إنجليزي. وبالفترة هذه صارت لي مواقف مرة كثيرة بالجامعة، مرة كثيرة يشيل فيها الراس. كانوا في دكاترة يطلبون مني أشياء من الدمام، والله يا جماعة والله، إن في دكتور مادة إنجليزية كان يطلبني أشياء أجيبها له من سوق الدمام عشان يمشيني بالتأخير. يعني وصلت المرحلة إني صاير ماخذ الوضع كأنها مافيا، ضبطني وضبطك من تحت. أجيب له مثلاً حلويات باكستانية من سوق الدمام عندنا من شارع أبومية، وفي أشياء زي التوباكو أجيب له عشان هو يضبطني ويمشيني ولا يعطيني تأخير. كنت ماخذ الوضع سوالف، غير المواد الصعبة وغير الوضع الحالي بالجامعة. كرهت الوضع، مرة كرهت الوضع، مرتاح. على حسيتها كنت توي متعرف على فيصل يجي، توي بداياتي متعرف على فيصل يجي. والله يا جماعة كلمت 2، كلمت بندريتا وكلمت فيصل، ورفع الجوال عليه وسألوهم بنفسكم، السلام عليكم فيصل معك أحمد، هلا أبو حميد، هلا لا كلمت بسوط العطل، أبعطيك السالفة حقتي فيصل، أنا رجال تخصصي هندسة وبيني وبينك مو بقاعد أدي، وأناني مرتاح وعلي ضغط والقناة قاعدة أدي فيها، أبغى استشيرك وأخذ رأيك بموضوع هذا. وش الموضوع يا أحمد؟ هل تنصحني أوقف سمستراتي وأكمل يوتيوب وأركز عليه بتركيز أقوى، ولا أحاول أسلك أموري لين ما أتخرج؟ ويعطيني فيصل ذاك الكلام، أنا كنت بالأردن يا أحمد وأنا كنت أدرس هناك، ولا لا 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 لا، وينصحني ويعلمني ويوجهني، وقال لي استخر وشوف لي رأيه. صراحة كلامه مرة يعني، أفلت من فيصل وأرفع الجوال على بندر. إيه والله يا جماعة السلام عليكم بندر، معك شونك أحمد، أبا أخذ رأيك بندر، أنا تخصص صعب إلى آخره، إيش تنصح؟ قال لي يا أبو حميد أنا نفس وضعك بالضبط. قلت له بندر لا تقول نفس وضعك، إن أنا ماني ساكن مع أهلي، أنت ممكن قريب من أهلك، في فرق بين الموضوع مرة، أنت قريب من جهازك وستبك وشغلك، أنا مرة بعيد عنه ففي اختلافات. قال اسمع أنا الآن موقف. قلت له أيوة، والسمستر الجاي موقف. بندر كان موقف حزتها سمسترات بالجامعة، قال لي أنا موقف والسمستر الجاي موقف. قلت ممتاز، وبيني وبينك أنا برضو نفس وضعك محتار، لكن ما راح أتخذ أي قرار الآن، راح أخلي السمسترات كلها، راح أخلي السمستر هذا يعدي اللي أنا موقفة وبعدها أحدد. وإن ما خاب ظني بندر حزتها كان ناقل الرياض أيام ملتي جيمر، كان ناقل الرياض وكان موقف، كان يشتغل هناك وشغال شغل حلو، تمام؟ كانت هذه على 2018 أو بداية 2019. الزبدة قال لي ما أقدر أعطيك قرار زي كذا، لكن أنا بقول لك اللي بسوي أنا كبندر، أنا كيت 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 وموقف الآن وبشوف وضعي بعدها، هل أعتمد على اليوتيوب ووقف جامعة ولا أكمل. على الوضع الحالي القرار اللي اتخذه بندر إن أكمل بالجامعة، لأن بندر ما وقف إلى الآن، يداوم وينزل مقاطع أموره طيبة ما شاء الله عليه، الله يوفقه الله يوفقه، فما وقف. أنا بعد ما خلصت وكلمت بعد ناس كثار، سألت أخوياي، سألت إبراهيم، أكثر شخص كان ضدي بالقرار إبراهيم كان ضدي 100% يا جماعة. سمعت، قابلت إبراهيم بالرياض أول مرة أقابله، قابلت إبراهيم بالرياض كان مع بدر وجاسر ومستر فيفا، مدري أدري إن جاكم إرر من الأسماء، لكن كانوا هذولي بالرياض قابلت، وكنا في مكتب MC، وقابلت عزيز اول مره تشوبر بس ما كلمت عزيز على الموضوع، ما كنت اونعه. ويوم جلست مع ابراهيم انصدم، قال احمد كيف توقف جامعه؟ اللي ما يدري يا جماعه الخير، ابراهيم دكتور طب، بدر طب، سلطان طب، شاب كلهم دكاتره، مين بعد طب، كلهم طب، اللي طب اعصاب، اللي طب من اللي ما يعرف ايش، اللي صيدله، يعني كلهم ما شاء الله عليهم دوافير الشباب وجامعيين. الزبده لا ندخل بتفاصيل كثير، ويجلسون العيال كلهم يقول يا احمد لا يا احمد ما ينفع، لازم انك تكمل،
كمل على الاقل وحاول، وقف سمستر بس انك تسوي دروب. قاعد اقول ابراهيم لو وقف سمستر بيبقى لي سمستر واحد وكذا بضغط نفسي بالجامعه وبتاخر عن التخرج. قال لي ما عليه نزل ساعات اقل، حاول انك تكمل، حاول انك تسوي، حاول انك تفعل. ويضغط عليه ويضغط عليه ويضغط يضغط يضغط يضغط. صير في حيره يا جماعه من امري، والله العظيم اني كنت في حيره من امري مش طبيعيه. كنت محتار مره مره محتار. كان أصعب قرار في حياتي يواجهني إني أسوي الخيار هذا أو لا. كنت طول الوقت أسمع، وكان أصعب قرار يواجهني إني أسمع حتى أخوياي اللي أيام الثانوي كلهم يا جماعة يقولون لا أحمد، لا أحمد، لا الجامعة مهمة، لازم يكون عندك شهادة، ما تضمن وضعك أحمد، ما تضمن وضعك، لازم شهادة، لازم شهادة. الزبدة وأنا بقلبي أوقف، مو أوقف لأني أكره الجامعة، لا 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 والله، لأني مؤمن أني أنا بسوي شيء. كان كذا عندي إحساس أني أعرف له أنا اليوتيوب، هات أعرف له أنا، بس خلني أفضاله، أبغى أفضل البثوث، أبغى أفضل اليوتيوب، أعرف له متأكد. قاعد أشوف المقاطع، قاعد أشوف الناس، فاهم إيش قاعد يصير، أعرف كيف أجذب الشخص. كل شيء عندي اللهم لك الحمد، سيت أب جهاز، كل شيء عندي، متمكن من كل شيء اللهم لك الحمد. كان كنت ابغى الشيء مره، تمام. دقيت على فيصل مره ثانيه، ثم دقيت وقال لي احمد استخر واسال ياسر مخ موقف. كلمت ياسر، ما اذكر ايش صار بيني وبينه يا جماعه، الزبده اني استخرت. سالت امي وابوي، طبعا امي وابوي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كانوا موافقين فيني وقولوا سوي اللي تبغى، بس انهم ضد اني اتركها الصراحه، كانوا ضد، بس يعني مو باللي رفض، لا حاول اذا مره مو مشكله. لا والله ابوي كان ضد، اي والله يا عيال، ابوي توي اتذكر، ابوي كان ضد خروجي من الجامعه مره، وكان معصب. وامي كنت ارفض لها، اقول لامه شوفي هذا اليوتيوب عندي انا بث، طالع يوتيوب، هذا دخل، هذا دونيشن، هذا انا اقدر اسوي، اقدر اوصل زي فلان، شوفي هذا فلان. ما عندي وقت يا امي، ما عندي وقت، والله ما عندي وقت. وشي اللي ما تعرفونه، ترى فتحت القناة يا جماعة الخير بعد الله، ما حد ساعدني إلا أمي. أمي هي اللي جابت لي الأجهزة وعطتني 3600 ريال خلتني أشتري الجهاز، الله يحفظها ويطول بعمره. ويوم كنت أكلم أبوي كان ها يعني مو مؤمن مرة بموضوع القنوات والسوالف هذه، يحسبها زي السوني أول، لأنه كانت أمي تكسر وأبوي يشتري. جت عقدة والله معلومة، صارت أمي تقريبا 4 أجهزة، 2 سوني 2 و3 سوني 3، والله كسر. هي ما أمزح معاك، تبيني أطقطق، والله العظيم إنها كانت تشيل الجهاز كذا تشيله ترمي امه في الارض، طز ما طقطق، والله ما طقطق، قسما بالله يا اخوان ما طقطق. انها تاخذ سوني 3، دخلت علي مره الغرفه، مره من المرات دخلت علي الغرفه، كنت الظاهر اني طاق واحده من اخواتي، يا اني كنت باول متوسط او ثاني متوسط. اذكر الزبده ان احنا كنا صغار وقتها مره، قلت لواحده من اخواتي جيبي لي مويه، ما ادري الظاهر اني كنت فرعون، ما ادري والله ما ادري كذا مسكت معاي، جيبي لي مويه، شيء طلب حلو، جيبي لي مويه. اخواتي صغار، أصغر مني 3 سنوات أو 4، يعني أنا بتوسطهم ابتدائي رابع ثالث. قلت الوحدة منهم جيبي لي موية، أو إني قلت مثلي والله المن بالضبط، لكنهم أخواني الزبدة، جيبي لي موية. قالت لي كلمة، أو إنها حطت إصبعها بالكو، ناسي اللي صار. المهم إن إحنا تطقينا ضرب 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 ضرب. تجيني أمي تخش علي الغرفة وأنا قاعد ألعب مستانس، قاعد أمسح رعامي وجالس ألعب ومروق. تدخل علي أمي كانت نايمة، والله إني أذكرها كأنها أمس، إنها كانت نايمة من الصياح، قامت أظن أو إن رجعوا لها البنات، وكنت أنا مسوي جريات قبل، تكدست علي كثر الضغط انفجرت هذا السوني، تمام، يبك أسلاكها اعتبروها. تدخل علي الغرفة، جلست كنت ألعب بعد بغرفة الضيوف، ما تحب احد يلعب فيها. ادخل علي فوق السوني قدام عيني باقوى ما اعطاها ربي، ويتفجر السوني قدام، انا انحولت. صار اللي صار بعدها عشان ما ندخل بالتفاصيل، طلعت انا زعلان، مسكني ابوي رضاني والمعليش صالحنا، ضبطنا الامور. وجاني بعد شهر اتوقع او شهرين من الزبده، بعد فتره من الوقت يوم صرت رجال. اعطيكم نصيحه يا جماعه، والله النصيحه هذه حلوه مره، خليني اقول لكم حاجه، لو تسالوني وش اكثر شيء افادني في تاريخ تاسيسي كانسان، اقول لكم هذا. انا من اهل الجنوب وقحطان، ما عليكم زود، يعني ايش يا احمد ايش تبغى؟ طيب سوي لك، احنا عندنا بشكل اسبوعي ومتكرر عزائم، يعني فلان جاء من السفر عزيمه، فلان جاء ولد عزيمه، تمايم، عرس، خطوبه، ملكه، عشاء، غداء، تمام؟ هذه ما تصير عند الكل، تصير يعني عند
انا كنت اكبر واحد في اخواني واكبر واحد ثاني اكبر واحد من عيال عمي كله، ثاني اكبر واحد، وبيني وبين اكبر واحد يمكن سنتين. فكان اغلب حياتي مدرسة جلسة في البيت واسولف مع اخوياي عن طريق البارتي سوني، اسولف معهم بارتي. فكنت استحي اني افكر اني اقابل واحد وجه لوجه، اخاف اني اتوقع فيه الان في كثار مثل وضعي ترى، اتوقع والله انه يمكن اجلس اسولف معاك واسبك والله فضايح بعض ونطقطق معاك بارتي لكن ما اقابلك، اسولف معاك 24 ساعة كلنا كذا. يا سلام، اتوقع يعني ان هذا كلامي صح، اني اقابلك واسولف معاك واطقطق 24 ساعة لكن اقابلك انا مو بانا. هذا كان وضعي. يعني مثال، انا لعبت كود من ايام كود 4 وكنت العب تحديات، وفي ناس الى يومكم هذا اعرفهم زي مثلا سمشر ولول اللي وردتكم يوم بكود فيبوني يقابلوني، احمد خلنا نجي نسلم عليك، يا احمد خلنا نمرك. يعني بغض النظر عن فارق العمر انك شخص انا اقضي معاك 4-5 ساعات نلعب سوا، فنحن نقابلك ودنا. كنت اتهرب، وبنفس الوقت كانت تصير عندنا عزايم، والعزايم هذه اقابل فيها مثلا، انا ما كنت مره اجتماعي، كنا اقابل فيها الناس اللي يقربون. وكانت امي تسوي حركه معاي والله يا اخوان وبدون مبالغه وبدون مجامله، انها غيرت فيني من شخص لشخص اخر. كانت تنزلني لحالي، يعني مثلا عند خوالي ابوي ما يكون معي، واحيانا عند عمامي ابوي يخليني اروح لحالي او انه يجي متاخر او انه يعني لاخر. كانت تنزلني لحالي على مجلس فيه تقريبا من 15 الى 20 رجال واحيانا اكثر، وادخل واسلم. اشرح لكم كيف السلام عندنا احنا يا اهل الجنوب. تدخل صدر، تدخل المجلس كانسان طبيعي، تدخل المجلس تبدا عليهم سلام عليكم، سلم زي رجال، لازم عادات تقاليد، سلام عليكم، تسلم عليهم سلام، تدخل تسلم على كل واحد من اليمين الى اليسار، تكتيك لازم، هذا تكتيك من اليمين الى اليسار. اذا في رجال عود وكبير صدر مجلس روح تبدا من عنده، على مثلا جدك موجود والباقيين صغار تبدا من عند جدك، فهمت؟ لكن الاصول من اليمين، سلم من اليمين، تسلم 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 تسلم، تخلص سلام. المجلس كله يسكت، كل المجلس يسكت، ايش ينتظرون عيال الذين؟ ينتظرون انك تحييهم. شلون طريقه المحاياه؟ كالاتي: اول شيء المعزب راعي المجلس يقلطك في مكان تجلس فيه. انا كنت صغير والله يا عيال، ان بعمري الصغير كانت تصير معي المواقف هذه. طبعا ام الركب اكيد هذه خلصين منها طبيعي، ام الركب مع رشبه شوي مع هذه طبيعي، لان انت لحالك داخل في مكان وانت ما انت من الناس الاجتماعيين وما كنت ملسون، فاني ادخل على ناس كذا الكل يناظرك وساكت انت ساكت، فلازم تدخل قبل لا تجلس. الان هذا مثلا كرسيك حلو واقفين يسارك ناس تمام، تدخل الآن أنت وقفت، سارك رجال، يمينك رجال، في أي مكان كنت، المجلس كله هادي، لحظة صمت، صمت تام يعم المكان، ينتظرون تتكلم. وقف، نبدأ الملولة. كيف أنتوا يا رجال؟ كل المجلس بصوت واحد يرد عافيك ماجورين. أنا أرد الحين، أنا أقول كيف أنتوا يا رجال؟ عافيك ماجورين، كيف أنتوا والسلامة، فهمتوا؟ حوار بيني وبينهم، نفس الوضعية اللي وردتكم إياها. انا اقول كلمه مثلا، مثال جزاكم الله بالخير، جزاك الله بالنور، كذا المجلس كامل كيف انتوا يا رجال، عافيك ماجورين والسلامه، استر استر، اجلس. خوف والله، خوف يا عيال والله العظيم خوف. بقول لكم ليش خوف، لك تندف بموقف زي هذا وانت صغير بالعمر وقدامك كبار وقدامك خوالك اعمامك ناس ما تعرفهم، ناس موضع مو بسيط، واحيانا توصل فيك مرحله ان السوالف كلها تسكت وينتظروك تتكلم، تغلط بكلمه واحده سوالف العيال كلها على ظهرك. ممتاز ممتاز. طيب كانت امي دائما تجبرني في العزايم وانا ما ابغى، امي ما ابغى اروح والله ما ودي اروح، خلاص صارت اخو ابوي اخوي فلان بيروح ليش اروح انا؟ طيب العزيمه مين؟ انا ايش دخلني اجي؟ انا ايش اسوي؟ جالس العب طبعا. فتقول لي سوني هو اللي مخليك تجلس، قوم عشان تلعب على راحتك. كانت اي عزيمه او رسميات عندنا حاجه رسميه يوقف السواق او يوقف ابوي، انزل انا لدرجه من المرات والله يا جماعه ابوي كان مبسوط فيني بعد مر وقت طويل، كان يدخل يخليني ادخل انا ثم يدخل بعد على اساس انه اشوفه يا اخواني ولدي، فهمتوا الطريقه؟ سوالف 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 هياط ما علينا منها. كنت كنت مره اخاف بالبدايه، كنت مره اخاف مره اخاف، مع مره ثنتين ثلاثه اربعه خمسه، والله يا جماعه اني الى يومكم هذا اني اشكر امي انها كانت تجبرني على الشيء هذا اللي انا ما كنت احبه، قوى جرأتي، صرت اقدر اتكلم مهما كان الشخص اللي امامي، صرت اقدر ارد، اقدر اخاطب، اقدر الاشياء هذه تقوي شخصيه الواحد، البدايه تقوي الثقه بالضبط، ثقه الشخص تقوى، اي شخص هنا طبيعي انه في اي
شيء، سواء سوني، سواء رسميات عزائم، اي شيء بدايته ما يدري ايش يسوي، بيكون متوتر، بيكون خايف زي اغلبكم الان يوم كلكم تقولون ايوه احنا ما نقابل اخويانا اللي في البارتي او في السوني، او نستحي او ننحرج. طبعا مو الكل، البعض على حسب شخصيه الواحد. الاولى هي الصعبه، ومي بصعبه في انت وتفكر فيها عادي طبيعي. الواحد ما بيقعد يقول هذا، الواحد ما بيقول فلان كيف بيقابلني، خلينا نشوف هو بيسلم زين ولا بتأتئ، خلينا نشوف هل هو نفس صوته في الحقيقه ولا شكلك ما في ابدا. نرجع نكرر اعزائي الساده المشاهدين، البث المباشر تحت بالوصف، سوي لك حساب بتويتر تابعني كل يوم بث ما عدا الجمعه والخميس. ادري كررت موضوع ترى نسيت اني في مقطع يوتيوب، يا رب ان المقطع هذا يعجبكم والله. ترى ما وقفنا سالفتنا حقت الجامعه، بس هذه كان كذا موضوع من المواضيع اللي مره فرقت والله العظيم في حياتي. اللي خلاني افتح الموضوع ان في اشياء وانت صغير احيانا تستنقصها وتقلل منها، لدرجه اني والله يا جماعه اني احيانا كان بطني يوجعني قبل لا ادخل اسلم على الناس او اقابلهم، قسما بجلال الخالق والله العظيم ان اول اني كنت انتظر واحد اكبر مني يدخل حتى لو ما اعرفه عشان اجي وراه. يوسف كم اتكلم انا؟ يعني انا اتكلم عن اول متوسط، ثاني متوسط، ثالث متوسط. خلنا الحين على موضوع بعد ما كلمت فيصل يجي وعن موضوع الجامعة، وقال يكلم ياسر، والظاهر ان ياسر برضو كان موقف. سألت الكل والله كان من اللي كان مؤيد معي؟ والله ما اذكر ان في احد كان يعني يقول لي احمد سوي الشيء هذا. فخرت مرة يا عيال في حياتك، هذه خذها، هذه حاجة ثانية قاعد اعطيكم، ترى والله قلتشات واسرار حياة قسما بالله، مو من فلسفة لكن من تجربة. صلاة الاستخارة تراها قلتش، صلاة الاستخارة يا جماعة صلاة الاستخارة مش طبيعية. هي ركعتين، الركعتين هذه تقول دعاء الاستخارة، حتى لو تفتح جوالك وتقرأ، اللهم أني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، إن شاء الله أني ما غلط. اللهم إن كان أمري هذا اللي هو تسمي أمري في خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي به، وإن كان فيه شر لي فاصرفه عني ثم عوضني خيرا منه. دعاء بما في معنى، اكتبوه في جوجل يطلع لي. والله ان ما عمري استخرت الاستخارة هذه وندمت عن قرار اتخذته. يا جماعة مهما كان قرارك، مهما كان اتفه قرار، لو كان اتفه قرار ممكن تواجهه. يعني مثال، اشتري ايفون 12 ولا الايفون 13؟ ما ادري والله، بس خير باذن الله ان ربي بيكتب لك الخير او بيعوضك بافضل منه. استخرت موضوع الجامعة، دعيت ربي ويا رب واللهم لك الحمد. داومت دوامي الأخير، كانت علينا مادة التخصص اللي هي الظاهر ايكونوميك أو ما أدري شو اسم المادة، مادة التخصص، كانت الساعة واحدة. جلست وأنا إلى الآن ماني متيقن والله يا جماعة، الساعة 2 الظهر كانوا كاسين ورا بعض، رفعت يدي للدكتور، excuse me دكتور، can I go to bathroom أنا إيش أبغى أروح الحمام، اللي يروح تفضل. الله يا جماعة إن من ذاك اليوم اللي دخلت فيه الحمام إلى يومكم هذه ما طبيت الجبل والجامعة، انتهت علاقتي فيها، رجعت بداية جديدة، مسكت الخط، شغلت الأغنية اللي كل مرة أسمعها لكن وأنا مبسوط مو وأنا زعلان، جالس على البيت جالس أفكر بالمقاطع بالبثوث، جالس أعلم العيال اللي اتخذت قراري، رجعت بلغت أمي، متحمس مرة اللي أنا كنت بسويه، وأبدأ بداية تركيز كامل على محتواي فقط من 2019 إلى 2020. زعلم. طيب إلى هنا وصلنا للنهاية يا جماعة، ما أدري كم مدة المقطع لكن هذه أحد السوالف اللي نسويها في البث المباشر، فيا ليت أعيد وأقول أنكم تجونا في تويتش نبث أحيانا ألعاب، أحيانا سوالف، أحيانا نصور المقاطع، أحيانا جوائز. على طار الجوائز، في $500 إلى الآن ما صرفتها حقت المشرفين، نسويها بعد الإذاعة. شكرا لكم، رابط قناتي تحت ورابط نون برضو تحت. الله يسعدكم وصلوا على محمد والله يوفق اختباراتكم.